كما أكد الرئيس السيسي أن كافة المشروعات التي تفتتحها الدولة سيتم طرحها في البورصة المصرية لإتاحة فرصة استثمار جيدة للمصريين، مشيرا إلى أن الدولة تشجع المستثمرين على المشاركة في هذه المشروعات سواء بالعمل بمفردهم أو العمل مع الحكومة. الحاجات اللي بنفتتحها متاحة للمستثمرين المصريين والأجانب، ومتاحة لأن هي تطرح في البورصة. طب ليه؟ عشان ندي فرصة لمواطنينا انهم يجدوا فرصة للاستثمار في مجالات اخرى عائدها مضمون بنسب كبيرة جدا جدا، ويبقى في فرصة انهم يستفيدوا باموالهم بشكل مختلف يعني. طب للمستثمرين، احنا معاكم بان انتم تيجوا تخشوا وتشتغلوا معانا في الموضوع دوت. طيب تشتغلوا معانا ولا تشتغلوا لوحدكم؟ اللي انتم عايزينه. اللي هو يا دكتور مصطفى عايزين لوحدكم قوي، هنسهل معاكم الامور، وانا بنتهزها فرصه في الافتتاح عشان اتكلم على الحكايه ديت. عايزين تبقوا موجودين معانا قوي من اول الشركه دي. وانا قلت قبل كده الرمال السوداء، قبل كده لما افتتحنا المجمع بتاعها او المصنع بتاعها، كل ما هو متاح، كل ما هو بنعمله متاح لكم، تعالوا. واحنا بنتكلم كلام برضو تاني، هو مش للاستهلاك المحلي يعني. والمشاريع دي مشاريع استثماريه بتجيب عوائد مستقره سواء للسوق المصري او للسوق للخارج وبالعمله الحر. فاحنا بندرس يا ياسر يعني بدون تكليف كده، انا شلت الجيولوجي يعني، لا الاستاذ ياسر يعني، بندرس كويس قوي ازاي نعظم من، وده الحكومه دكتور مصطفى قبل ما نقعد هنا قلنا ازاي نخلي الهيئة المصرية تبقى أكثر يعني فاعلية وحركتها أكثر، عشان موضوع أنك أنت مقيد قوي بالبيروقراطية بتاعت أنت تبع أني يعني تبع مين؟ تبع المالية ولا تبع البترول ولا؟ فدرسوها دكتور مصطفى ونشوف بحيث أن احنا نتحرك فيها يعني. هنا يعني مش عايز اتدخل في الموضوع ده، لكن انا ان كان الموضوع ده يعني انتوا عارفين كويس قوي العوائد بتاعت الكلام ده قد ايه، يتعرض عليا عشان ممكن اقوم ناخد القرار ونطرحه ونقول للمستثمرين المصريين احنا مستعدين نخش نكمل المرحلتين ثلاثه او اللي فاضلين خلال السنه او اتنين اللي جايين كاجراءات، لكن يتعمل المصنع فدي طبعا طبقا لل يعني للشق الفني للشركات اللي هي الاجنبيه اللي بتشتغل معانا في الموضوع.